ميجي. اوكي عايز كده. اتفضل يا باشا. هل سيشارك أحمد السقا مع هند صبري بجزء جديد من البحث عن علا؟ احنا عايزين. أتمنى أن هو يقدر يزورنا تاني في العالم بتاع علا. اسمك ايه؟ أنا؟ أمال أمي؟ فقرابة ال 15 سنة مروا على عرض مسلسل عايزة تجوز، ولسه لليوم الجمهور ما بينسى تفاصيله وهضامة هند صبري بتجسيد شخصية الصيدلانية علا عبد الصبور اللي كان همها تتزوج قبل ما توصل لل 30. كنت بدور على كتاب اسمه كيف تصطادين عريسا. عايزة اتجوز بقى كلاسيك، كل كام سنة في جيل جديد بيكتشفه ويكتشف فيه ميمز جديدة ويكتشف فيه نكت جديدة. أنا ما كنتش متخيلة إن هو ممكن يعيش ده كله. بيقابلني حد مثلا عنده 17 أو 18 سنة، ده وقت عايزة اتجوز كان عنده 3 سنين مثلا، بس هو دلوقتي لسه حافظه وحافظ الشخصيات والعرسان ولوه وعريس مفضل. وما حدا بينكر انه كلام غادة مؤلفة العمل صحيح، فحلقات وعرسان كتار، لسه الجمهور بيتداول مشاهدهم وتحديدا احمد السقا. قعد فين يا ابني؟ تفضل جو. هنا تفضل. فحتى السقا نفسه قال لهند انه الجمهور بيتذكر حلقتهم اكتر من تيتو وفيلم مافيا. هو كان مشهد لطيف جدا، وناس كتير يعني اول ما بسألهم ايه افضل حلقة او ايه اكتر حلقة، على طول بيقولوا هو حلقة احمد السقا، لان فعلا كان كمية الكوميديا فيها عالية قوي. سيبك بقى من باشا ومش باشا، خلي الدفتر احمد، احنا هنبقى ليه؟ صح. ولهالسبب إذا منعمل بحث بسيط منلاقي تغريدات كتيرة كانت الطالب بوجود السقا في البحث عن علا. فهل ممكن يجي يوم ونشوف أحمد السقا بجزء جديد من البحث عن علا؟ أتمنى أنه هو يقدر يزورنا تاني في العالم بتاع علا في يوم الأيام. يعني احتمال نشوف السقا مع علا عبد الصبور مرة جديدة ممكن، كونه جواب غادة بيدل على وجود احتمال لكتابة مواسم جديدة من المسلسل. أنا معرفش يعني القرارات بتاعت هيبقى فيه جزء جديد ولا لأ، ده بيتوقف عليه حاجات كتير أولي علاقة بالبلاتفورم، مش قرار يعني أنا يعني. ومع هيك القرار ما نبعيد، كونه العمل حقق نجاحات بالجزئين لدرجة إنه كتار شافوا حلقات الموسم الثاني دفعة واحدة. البحث عن علا بارت 2 خلصته في يوم، وخدت الست حلقات في وشي كده ايه مره واحده في سهره واحده كده. تعليق حتى تكرر من ناس كتير، فده حسسني يعني قد ايه الموضوع بالنسبه لهم كان مشوق وكان لطيف. انا علا. علا ايوه يعني ممكن هنكون مثلا. بس بنفس الوقت هذا الجزء تم انتقاده. البحث عن علا شفت الجزئين وهو مسلسل خطير، خطير حرفيا، خطير على المجتمع، خطير ما حد يشوفه. فالبعض شافوه عم يبعد عن عادات المجتمعات العربية. ابن علا بيقول لها ان احنا لازم نستأذن بابا الاول قبل ما اختي تعمل اعلان وكده، قالت له ليه نستأذن بابا؟ مش كفاية مامي عارفة؟ كان في ناس المرة دي بيتكلموا على فكرة التربية الايجابية، وانتم مخليين الولاد صوتهم عالي قوي على الاباء وكده، وتشيز برضو موجود في حياتنا، واحنا حاولنا ان احنا نقدمه على الشاشة ونحاول ان احنا نوصل لطريقة اللي هي نفكس الجاب اللي بين الاجيال دي. اصلا ما بحبش الكورة. هاد غير اتهام الجزء الأول من البحث عن علا إنه كان بيشجع على الطلاق. وكان اتهام غريب جدا بتاع بتشجع على الطلاق ده، لأن الست هي اللي اتطلقت، هو الراجل هو اللي طلقها، فهي ما شجعتش حد على حاجة يعني. بس هو الناس كانت مستغربة إن هي عرفت تقف على رجليها، وكأن ده شيء غريب إن في واحدة ست تعرف تقف على رجليها. حتى في ناس عندها نفس التخوف أو نفس الاعتراض دلوقتي، إن هو إزاي أنتم خلينا تنجح من غير راجل، which is حاصل في 90% من البيوت يعني. وإذا بدنا نحكي عن الجدل، فأكيد المقارنة اللي صارت بينه وبين إيميلي إن باريس كانت أخذ الحيز الأكبر. في عشان الاثنين باريس طبعًا، بس إحنا أولًا ما وريناش بس باريس، إحنا رحنا فرنسا اللي هي اللي مش بس باريس، في السوبربس. وهو مونتي من أول السيزون اللي فات من 2022 وهو نفسه يروح باريس، فهو ده التطور الطبيعي يعني. فكك منه،